عذاب. الله عليه اسمك وواحد تاني. شكرا يا حاج. بيقول اي كلام انت بتصدقه؟ انا من اول ما شفتك قلت عليك خناوي. حرام يا حاج، عيب عليك بتخوننا انا يا عم. ايوه انت بتخوننا يا حناوي. انت حرامي وستين حرامي. لا انا مش حرامي يا حناوي، انا Oh, my God.
اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، منورين. اهلا بيك يا مريم. رمضان كريم. الله اكرم يا حبيبتي. شفتوا انتوا بقى عاملين ايه؟ جايين بالنهار عشان ما نعرفش نقدم لكم حاجه؟ كلك واجب يا ست سعاد. رمضان كريم يا حاج. الله اكرم يا حاج رمضان. انا عملت لنا ايه في موضوع العفش؟ والله من ناحيتنا احنا بنعمل اللي علينا، المفروض بقى انتوا تعملوا اللي عليكم وتشوفوا لنا موضوع الشقه ده ايه. انا قدمت حل قبل كده ما حدش رد عليا. واحنا بقى عندنا الحل وجايين مخصوص النهارده علشان كده. انت بتقولي ايه يا ام خميس؟ ده انت يا حبيبتي تيجي في اي وقت، البيت بيتك، ده احنا خلاص بقينا اهل. ما هو ده العشم يا حبيبتي. بص يا حاج، انت مش عايز شقه غير اللي هتتهد؟ انا بالنسبه لي مش عايز حاجه، بس الاصول ما تزعلش. ولا ايه يا حاج؟ والله عداك العيب يا حاج رمضان. خلاص انا اتفقت، انا وابو خميس هنطلع في الشقه اللي فوق، وشقتنا اهو ناخدها وش نظافه والعيال تدخل فيها، ويورونا بقى مين اللي هيهدها فوق دماغنا. والنبي ده انا كنت رميت عليهم ميه من فوق وغرقتهم. قلت ايه يا ابو رضا؟ والله اذا كان على كده على بركه الله، بس نسال الاول صاحبه الشقه. يا لهوي ايه الشط ده؟ وفي ايه؟ يا ساتر يا رب. ده هي لك عندنا صعب؟ ما تخافش يا حبيبي، احنا كلنا معاك. ما تقلقش ما تقلقش يا حناوي، انا هجيب المحامي واحصلك، ما تقلقش. لا حول ولا قوه الا بالله. شد حيلك. واد يا شاب، هو في ايه؟ مش حاجه يا امه، الحناوي اتخانق مع الطباخ قام غزه بالسكين. يا لهوي كم مشاه، ايه اللي خلاه يسمع كلام الناس ويرجعه تاني؟ ساعة القضاء يعمل بصر يا حاج. لا معك حق يا ابني. معلش بقى حناوي، في دي مش هقدر اعمل لك حاجه. ربنا عدينا منها على خير يا رب. يا رب. يلا اخوانا كل واحد شوف شغله، توكل على الله، بلاش اللمه دي. يلا يا واد. يلا اخوانا ربنا يسترها. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. واخدين الحناوي ليه؟ اهدي هشرح لك كل حاجه، تعالي نقعد بس. نقعد فين؟ هنتكلم في الشارع، تعالي يا نهار اسود، ما تقولي على طول. اهدي بس، اقعدي، تعالي تعالي. بدل الحناوي يا اخويا. الحناوي اتخانق مع الطباخ وعوره. يا لهوي، الحناوي اتعور؟ ده هو اللي عور الطباخ. يا دي النصيب، طب والراجل جرى له حاجه؟ المستشفى، الحناوي خدوه عن اسمه وهيحولوه للنيابه. هعدي عليكي بعد الفطار عشان نشوف هنعمل ايه في الحكايه دي. يا دي النصايب اللي بتتحدف علينا يا ربي. ده الحناوي غلبان ومش حمل كده، مش حمل شحطاته كل يوم والتاني بالطريقه دي. استرها معانا يا رب. لا هيسترها ان شاء الله. لا ما انا لازم اعرف انت بتفكري ازاي. بتكلميني عن يوسف زي ما بتكلميني عن هيثم، بتحبي ده ولا ده؟ اصل بصي انا لازم اعرف، فانت قولي احسن. بصي يا مريم، انا من يوم ما فتحت عينيا في الدنيا لقيت يوسف قدامي كده زي الشمس اللي في السماء. ينفع السماء تبقى من غير شمس؟ اهي الدنيا من غير يوسف زي السماء اللي من غير شمس. حنين عليا اكتر من حنيته على اخواته. ايه ده ايه ده كله؟ قولي كمان. ده حتى الضحك واللعب والهزار ما عرفتهمش غير مع يوسف. لا لا لا، ده انت واقعه لشوشتك. ولا واقعه شوشتي ولا حاجه، انا ويوسف زي ما يكون واحد واتقسم نصين وبس. طب وهيثم؟ لا هيثم بقى اللي ما بيخلينيش اخاف من بكره، وما عملش حساب حاجه عايزاها وما اعرفش اجيبها. يعني بتحب يوسف بفلوس هيثم. بصي هقول لك مثل كانت بتقوله لي امي زمان، من غير الحب جايز تعرفي تعيشي، بس من غير الفلوس استحاله تعيشي. ده حق والله. استاذه سناء، استاذه مريم، المدير بعت لكم الجوابات دي. في يا سعيد، ربنا يستر. يا دي النيله والخراب المستعجل يا ربي. خفض مرتبات 20% وفي رمضان يا اختي، ما كده كده الدنيا واقعه، يعني فرقت في رمضان ولا بعد رمضان؟ $300 دروس وليد، ولا بيذاكر ولا بيتنيل. ايدك على 20 جنيه عشان المكوى. مش دافع. الله، في اي حاجة؟ في مصيبة يا سعاد، المهية طارت. بقولك ايه، احنا هناكل الهدوم هنا، احنا مش عندنا مكوى؟ بايظة. هاتيها صلحها. ما هو بصراحة حرام نكوى ب 20 جنيه، ده هيبقى فترة. في اي حاجة؟
هو انت كل اول شهر تعمل الموالد على فلوس المكوى وفي الاخر برضو بنودي الهدوم عند المكواجي؟ هو انت ايدك يا اختي في المية الباردة مش حاسة بحاجة؟ الدنيا بتولع كل يوم. خلاص يا اخوي خلاص ما تزعلش نفسك، اللي انت عاوزه احنا هنعمله. انا يا اختي مش عايز حاجة، انا كل اللي عايزه ان ربنا يكرمني واعرف اكمل بيت حق الانترين. والله يا حبيبي هتكمله هتكمله. الله، هو انت عايزه تغزيني؟ انا مش فاهمك والله. طب تعالي احسبيها انت يا سعاد، احسبيها انت، يمكن انا حمار. ما هو يا حبيبي برضو في حاجات انت لازم تبطلها. عندك حق يا سعاد، انا هحاول ابطل الخمر، هحاول. انا بتكلم بجد، انا بتكلم عن موضوع مائدة الرحمن، بصراحة الموضوع ده احنا مش قده، وبعدين يعني المثل بيقول اللي محتاجه البيت يتحرم على الجامع. وليه دول 1000 جنيه بيدفع في الشهر الكريم على مدار السنة كلها؟ تفكريني انا اللي شايل المائدة دي على دماغي؟ وبعدين الله، هو انت جاي على الصدقة المضمونة وتتكلمي؟ والله انت يا سعاد حرام عليك يا شيخة تقي ربنا. بقولك يا سعاد، بقولك ايه، ممكن تغوري من وش السعادي؟ انا صايم وخلقي في مناخيري ومش ناقص. معلش حبيبي حقك علي، انا هقوم امشي واللي انت عاوزه نعمله. ما اللي انا عايزه هعمله. طيب قولي اخوك جاي النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ولا حاجة، الراجل جاي بعد الفطار، حاسس بينا هيرحمنا من موضوع الفطار ده. هم شوية شربات كده ومقصهم. شكرا. ماشي اجيب لك المكوى تصلحها. هاتيها سعاد، هاتيها. عينيا. تقلقش يا حاج، كلها دقيقتين ويوصل، تقلقش. ايه يا رياسه؟ اهلا يا شام، ازيك؟ ايه، انا عايزك في خدمه، انا عايزك تمدلنا الورق ده. قول لي بس الاول، الراجل قابل ابويا في الحياه ولا لا؟ وصلت امه بعض، بس ما اعرفش ايه اللي دار بينا. ما تقلقش ابويا هيتصرف. والنبي يا رياسه، عايزك تخلص لي الحوار ده، والراجل اهو. تعالى يا حاج. ايوه بس لازم يدفع، وانت عارف كويس الكلام ده. استنى يا حاج، انت شايف الراجل واقع من 7 دور. يعني نعمل ايه؟ 7 دور هنتبرع له؟ هو عنده مشكله في الكوميسيون عشان تجديد الرخصه. خلصانه. تعالى يا عم الحاج وريني اسمك ايه بالكامل. زينهم محمود عبد العالي. ايه ده يا قرش ده؟ ايه يا عم، ورقه ناقص ونظره ضايع، اعملها لك ازاي دي يعني؟ استنى يا حاج، امال احنا جايين لك ليها رئاسه؟ انت عارف ان لازم يدفع، ودي حاجات انا بخلص، انا باخدش حاجه لنفسي، وانت عارف. انت مالك غاب النهارده ليه يا هشام؟ راجل غلبان. راجل غلبان، ما كلها غلابه ببعضيها، والمثل بيقول لك ان قبلك لعمه كل غداه، ما انتش احن من اللي عملها. صدق عندك حق. طب اقول لك نوازنها مع بعض. ازاي؟ انت تاخد جزء دلوقتي والجزء التاني اخر الشهر. ما احرجش. تعرف ان دي اول مره في حياتي اشوف رشوه بالقسط. انت عايز تنقطني يا هشام؟ روح روح، عشان انا تعبان ومش طايق نفسي ولسامه فرهضني. ده يا جدع وانت صايم؟ وانت مالك يا عم صايم؟ انا مش صايم يا عم، انت ربنا هتحاسبني يا عم. بسال سؤال. الله قلب القسط. رايك؟ حلو قوي. بقول لك ايه يا اخويا؟ قول يا حاج. بكام ده؟ 4200 حاج. 4200 ليه؟ هياكل فيه مهند؟ ده خميس يا حاج، ده طقم صيني ايطالي اصلي، وبعدين ضد الكسر. صيني ايطالي؟ يعني لو قلت لي ايطالي سويدي صيني انا هفهم يا ابني منك حاجه. بقول لك ايه، شوف لنا حاجه تانية كده تكون احلى. احلى ولا ارخص؟ بيقول لك احلى. ايوه احلى احلى، انت فاهمني؟ ها ايه راي سعادتك بقى في الطقم ده؟ كويس قوي، هو ده يفتح النفس على الاكل يا بت رضا والله. بكام ده ان شاء الله؟ ده 4950 بس. بس انت مش فاهم حاجه خالص. طب اللي فوق ده بكام؟ اللي فوق ده بقى سعادتك ده 3399. ده حلو يا بت رضا. لا ولونه كده بشواتي كده، ايه رايك؟ ها
عبرك نجيبه؟ اللي انت شايفه يا بابا. عاجبك؟ اهي البت لو تبوزها. وبعدين ام خميس لما تتعزم عندها وتلاقينا جايبين لها طقم سيني ساده فقط هتعمل ايه؟ اكيد يا اخويا مش هنخلص من ربطها. انت اتجننتي؟ عايزين نجيب طقم سيني ب 4950 جنيه. انت عارفين ورانا هم ما يتلم يا سعاد. معلش يا اخويا والنبي ما تخاف، ربنا ان شاء الله هيفرجها. انا خايف من ايه؟ ما انت عارفه كبير وقتها وعارفه انا بصرف ايه ومعايا ايه وشوفي ورانا ايه. وروحي بقى تلاقي لي الحقيقه احسن. لا قلبت جوزها وتفجر لنا المحل ده. لا يا اخويا وعلى ايه؟ بنتي يا رضا تعالي ابوكي هيجيب لك اللي انت عايزاه. والنبي يا ماما. ايوه متشكره قوي يا بابا. متشكره على ايه؟ الف مبروك. الله يخليك يا حبيبي. بس ابقى عزمينا بقى. من عينيا. اه يلا يلا. والنبي يا اخويا. امال تعالى لفينا ده. حاضر عينيا. على 4950 ما تقولوا 5000 وتخلصونا. مرة واحدة. ها يا ماهر احكي لنا شفت ايه؟ والمسيح الحي يا باشا ان الحناوي معذور. الراجل الطباخ ده هو السبب في اللي حصل. يا ريتني بليته. ايه الصوت اللي بره ده؟ ها كمل يا ماهر وبعدين. شوف يا باشا اللي حصل ان الراجل الطباخ ده جاب الخروف ناقص 20 كيلو. قام المعلم حناوي عرف ان هو غير الخروف. الدم جري في عروقه راح قام متخانق معاه وراح ضربه بالسكينه. يا ريتني بليته يا ابني. يا فندم. ايه الصوت اللي بره ده؟ ده المتهم سعد. دخله لي. خلاص يا مال امضي انت المكان. ايه شفت يا ماهر؟ شفت يا ماهر؟ يا ريتني بليته يا باشا. ايه يا سيدي احكي لنا شفت ايه انت راخر ولا عملت ايه؟ يا ريتني بليته. انت يا ابني بتكتب ايه؟ ما تستنى يا عم لما نشوف الحكايه السافله دي. انا قاعد انا والوليه في امان الله قبل المغرب. قالت لي قوم بلي شويه بلح علشان الفطار يا حاج. وبعدين؟ انا صعب عليا نفسي في السن ده واقوم بلي شويه بلح يا باشا؟ ينفع؟ لا يصحش طبعا. اتجننت خصوصا ان كان في ماتش بين ريال مدريد وبرشلونه. انا اتضايقت قلت والله لا انا نازل اتفرج على الماتش في القهوه. اه وبعدين؟ والله يا باشا الوليه كانت هتبوس ايدي تقولي لو بتحبني بيلو يا حاج. اخرس. قالت لي بليته. حول الله يا رب. مش خساره يا ابني بنعمل المرميه في الارض دي. احنا بنكنسها اهو يا حاج. تكنس ايه يا ابني؟ في ناس مش لاقيه شويه الجزر والليفت دول. بايظين يا حاج كريم، والله العظيم بايظين. لم يا جابر لم، اهو برضه ينفع الفراخ ولا القطط؟ قطط قطط ايه يا ابني؟ بقول لك ايه بني ادمين مش لاقيين الخضار ده. لا حول ولا قوه الا بالله. عدينا منها على خير يا رب. مين اللي انتوا عايزينه؟ بقول لك ايه مفيش اخبار عن الحناوي؟ بعد العصر يا حاج ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعمل فيه الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بذمتك عمرك شفت رخامه ولا سقاله زي كده؟ طب هو بيرمي الكنافه على الارض حد كان كلمه؟ عيب يا جابر ما صحش الكلام ده. يا راجل ما صحش ايه؟ وانت راخر تقول لي قطط بتاكل الترش؟ وفي قطط بتاكل ترش انت راخر؟ طب انا هزممك. المانيا اللي انت كنت عايش فيها دي شفت فيها راجل سقيل زي الراجل ده؟ الناس هناك بيتعاملوا مع الحيوانات احسن ما احنا بنتعامل مع بعض كبشر. لا يا راجل. امال ايه واحكي لك؟ انا مره وانا هناك رحت المستشفى حجزوني يومين وسالوني عايش لوحدك ولا معاك حد؟ عرفوا ان انا عندي قطه كده خدوا مني المفتاح وراحوا ياكلوا القطه وانا قاعد لوحدي. اها يعني ناس ما عندهاش دم سابتك مرمي في المستشفى وراحت تاكل حته قطه ولا راحوا ياكلوا القطه دول بقى؟ ما قلبوش حاجه من الشقه؟ لا ده الكلام ده هنا بس. لم يا سيدي لم. استرها معانا يا رب. الله حلو قوي المفرش ده يا رمضان. وتصدق ب 950 جنيه بس؟ اه انت اتهبلتي. عايزين اجيب مفرش ب 950 جنيه علشان ينام عليه سي خميس. احمدي بقى يا سعاد احمدي بقى. بقول لك ايه؟ ايدك ما تتمدش على حاجه باكتر من 500 جنيه، مفهوم؟ لا بقى انت كده ما يتخرجش معاك في حته. احسن يا بابا ما فرش التنجيب دي هتبقى في الحاره واللي رايح واللي جاي هيتفرج عليها. قاعده مهببه فوق دماغك عشان تفرجي اهل الحاره على الفرش اللي هتنامي عليه انت وجوزك. الله مالك يا رمضان؟ في ايه؟ انت عاوز تكسر نفس البيت وتكسفها قدام بنات الحاره؟ اكسر بنفسي يا وليه؟ انت هتوقعي بيني وبين البيت ولا ايه؟
طب بقول ثلاثة بالله على العظيم اللي جايبه لك بالعند فيك. ربنا يخليك يا هو. أمري بقول لك إيه يا ابني؟ تعال بص بقى، إحنا عاوزين 24 قميص نوم مشكلين كده، وعاوزة كمان دستتين ملابس داخلية، ماشي؟ يلا يا أخويا شوف لي الحاجات دي. حاضر يا حاج. بقول لك إيه؟ تعالى. أنا عاوزة كمان البيبي دوبل اللي بيقولوا عليه، هات لي منه 20 قطعة. خليهم 24. حاضر يا حاج. يلا. إيه الحاجات دي كلها سعاد؟ إيه؟ في إيه يا رمضان؟ الله. دي ملابس داخلية، هتتكلم في الكلام ده كمان؟ داخلية إيه؟ دي حاجات بتتقلع مش بتتلبس. اختشي يا رمضان، البت واقفة. اختشي أنت على دمك. عمالة تشتري في حاجات، تشتري في حاجات. بقول لك إيه يا ابني؟ تعالى، تعالى عاوز أقول لك حاجة. عاوزاك تشوف لي بقى بيجامة حمرا حرير حلوة كده عشان العريس، ها؟ عايزك تجيبها لي حاجة قيمة وسيمة وحاجة غالية حلوة. حمرا حرير؟ هي البيجامة الحمرا الحرير بتاعت العريس هتبقى علينا احنا كمان؟ الله، طول عمر بيجامة العريس على العروسة، معروفة يا رمضان. صبرني يا رب وتمم الجواز دي على خير. بقول لك ايه يا ابني؟ خلاص يا سعاد والنبي، حط عليك كفاية النهاردة. نكمل بكرة، ها؟ استحبت والله العظيم. ورايا يا بت رضا. بعدين يا اما شكلها هتعملها ولا ايه؟ ما تخافش يا واد، لسه بدري، ما جالهاش الطلق لسه. لا والنبي، والنبي مش قادره يا اما، والنبي يا اما نطلع بقى على المستشفى بدل ما قاعده تتوجع كده. مستشفى ايه يا واد يا خايب؟ ده لو لقيتها كبير السلم. هي البكريه كده يا حبيبي، تاخد وقت شويه. لا والنبي يا اما، والنبي ده انا عايزه ان في حاجه هتنزل مني، والنبي يلا ريس ودي في حاجه هتنزل منها. انا اروح اجيب تاكسي. روح يا اخويا عشان بسرعه. روح يا اخويا روح. وانت يا بنت اجمدي شويه، شفت الواد بيحبك قد ايه يا بت؟ امال ياما مش جوزي؟ ما انا عارفه يا اختي انه جوزي. قوموا اعمل لك شويه شوربه يرموا عظمك شويه. شوربه ايه ياما؟ انا صايمه صايمه، مش هفطر انا، ده فاضل ساعتين على المغرب. يا بت ما ينفعش، لازم تفطري، مش هيبقى فيكي حس ولا حتى نفس. لا يا اختي، لا مش هفطر، انا مبسوطه كده وانا صايمه. بس انت حره بقى، ده مشطوره. اتصرفي بقى. يلا التاكسي جه. يلا على مالك تصوير، قوم. يلا يا اختي مش وش، مش وش على مالك. يلا مش وش، مش قادره والنبي. معلش معلش استحملي شويه. سنت طيب يا حبيبي، اكسر صيامك، كل سنه وانت طيب. قول يا ابويا كل سنه وانت طيب. قول يا عمنا اكسر صيامك، كل سنه وانت، خد وانت زقلط. قول يا كل سنه وانت طيب. قول يابا كل سنه وانت طيب. وزع يد للناس هناك يا يبقى راحت. اقف كل سنة وانت طبعا مينا، كل سنة وانت طيب يابا، تجل على الله. وزع يا جرع انت للناس. وزع بس اصبر كده. خد يابا كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب يا حاجة. مش انا وانت طيب. تلحق تروح انت يا اسطى عشان تلحق تفطر. انت عايز تاخد مني الثواب؟ انا عامل علشانك. لا ما تعملش علشانه ولا علشان حد. شكلك فاضي. اضرب. الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله بكره لما المعلم يخرج كل المشاريب هتبقى ببلاش. تمرني بحاجه يا ست هند؟
ربنا يخليك يا استاذ محسن، ما تتفضل تفطر معانا، الاكل لسه جوه كتير. الله يخليك، ما باكلش على الفطار، بعدين الولد جابر مستنيني نفطر مع بعض. والنبي يا اخويا تدعي للمعلم حناوي. ربنا يفك دقته ان شاء الله. انا مش فاهم انت عايشه مع الراجل ده ازاي. ده انت لو في المانيا تبقى هانم، مش مرات معلم بجلبيه. زيزي ايه اخوات القمر اللي قاعد منور ده؟ حبيبتي يا زوزو، تصدقي يا بنت زيزي بتوحشيني. ريح نفسك يا اخويا، معيش فلوس. حرام عليك، هتكذبي في رمضان؟ يعني هي البنت بيسا ما جاتش سابت لك هنا فلوس ولا عربون ولا اي حاجه؟ لا يا اخويا ما سابتش حاجه، دي كانت جايه تسال على مطرح عشان تعمل رباطها هي وفرقتها. وهيدفعوا كام في الليله دي؟ لا يا اخويا بيدفعوا بالساعه، ما بيدفعوش بالليل. تسال ليه؟ لو انت عندك مكان. خلاص يا زيزي بقى، وانت لازم تحط نفسك في كل حاجه. انا نازل. وفرج الله تفرج الله. نازل على طول، ده انت لحقت تقعد. ايه حماة النور والحلاوه دي؟ والنبي وش حلو علينا. عليك السلام. ازيك يا حبيب عزيزي؟ طنط ماما جت. ازيك يا اخويا؟ ازيك يا حبيبتي؟ تعالي خطوه عزيزه يا حبيبتي، اقعدي. تعيشي يا اختي. خير يا ماما؟ انت محتاجه فلوس تاني ولا ايه؟ فلوس ايه بس يا بنتي؟ لا طبعا، انا جايه لك في حاجه تانيه خالص. خير ان شاء الله. الواد سعد اخوك يا دي النيله، ماله عمل مصيبه تانيه؟ استني بس شويه عليا يا زيزي، الواد يا اختي عايز يشتغل. يا ايه؟ يشتغل. طلع امبارح مع واحد صاحبه على التوك توك بتاعه. وهو معاه رخصه عشان يسوق؟ اها، هو في حد برضك يا بنتي بيسوق توك توك ومعاه رخصه؟ دي هيصه. طب كويس، اهو يطلع مصروف يومه. ما انا يا اختي جايلك بقى في الكلام. في ايه تاني؟ الواد يا اختي قعد معايا امبارح، قال لي ايه رايك ياما لو زيزي اختي تشتري لنا توك توك؟ اه يعمل لنا في اليوم كده يجي 100 جنيه، اه الورديه الواحده ب 100 جنيه، واهو يا اختي نرحمك شويه من مصاريفنا. سعد اخويا انا ياما بيفكر في شغل؟ خير ان شاء الله. طب بصي ياما، انا يا اختي كنت عامله جمعيه هقبضها على العيد. هديكي منهم 5000 جنيه تديهم للواد سعد يجيب التوك توك اللي هو عايزه. 5000 ايه بس يا زيزي؟ يا اختي ده كان زمان قبل الدولار ما يعلى. انت يا اختي دلوقتي بقيتي بتتكلمي في الدولار؟ انت عارفه التوك توك دلوقتي يسوى له كام؟ يجي 20000 جنيه. 20 ايه؟ ليه؟ البتاع الاسود الصرصار اللي في الشارع عندنا ده ب 20000 جنيه؟ ما احنا يا اختي ممكن نستلقط لنا واحد مستعمل ب 15000 بس. 20 ايه و15 ايه؟ ما يقدر على القدره الا ربنا. بقول لك ايه ياما؟ انا كنت اصلا عامله جمعيه ب 10000 جنيه، قلت يا اختي اديكي نصهم ونص التاني عيش بيه انا وسامي والبت، ما انت عارفه يا اختي اللي فيها. ربنا يا بنتي يعينك ويكون في عونك، لكن يا اختي ال 10 كلهم ما يكفوش برضك. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص بقى خليه يستنى لما ربنا يبقى يفكها من عنده. طيب يا اختي، ربنا يا بنتي يفكها عليكي وعلينا يا رب. فوتك بعافية. الله، رايحة فين؟ ما تقعدي تسحري معاه. فينك انت يا بنتي وفين السحور؟ سلام عليكم. مع ألف سلامة ياما. استني يا اختي اوصلك. تعيشي يا اختي. طب اقفلي الباب وراك. حاضر، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حاجة كريم مال؟ هذا مؤاخذة، أنا عايز أقول كلمتين بس للإخوة. أو اتفضل. والراجل ده مش مسيحي؟ إيه اللي دخله الجامع؟ يا عم أنت مالك؟ ما تخليك في حالك يا أخي وتشوف الراجل هيقول إيه. يا إخوانا، أخوكم ماهر عايز أقول لكم كلمتين، اسمعوهم. اتفضل. السلام عليكم يا أخوانا. دلوقتي أخونا الحاج حناوي ربنا يفك حبسه اتكفل ب 10000 جنيه. نشكر ربنا قدرنا نجمع منهم 5000. إحنا معتمدين على حضراتكم، وبرضه الحاج حناوي أخونا وابن حتتنا. فاللي يقدر يدفع حاجة يا ريت، وكل واحد واللي ربنا يقدره عليه. خد يا مان.
واحد مسيحي بيلم كفاله لواحد مسلم. اللهم صل على النبي. اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الصدقه ما بتنقصش الاموال. تعرفين اكتر حاجه البني ادم بيندم عليها بعد ما يموت هي ايه؟ الصدقه. بيتمنى يرجع تاني عشان يتصدق لانه بيبقى عارف قيمتها ساعتها. وبعدين الصدقه تجوز على الغني وعلى الفقير. يعني اخونا الحناوي ما هوش فقير بس مزنوق وعشان كده لازم نقف جنبه. صلوا على الحبيب المصطفى. بقول لك يا اخويا الحاجات دي كفايه ولا زود كمان؟ ما كفايه يا سعاد. انا كنت هقول لك ايه كل ده؟ يا اخويا بالهنا والشفا على قلبهم. طب اشيع اجيب حاجه ساقعه تاني ولا دول كفايه برضو؟ خلاص هو اللي جاي غريب ده اخويا. اه اخوك صح. ماشي اخويا ماشي. خليك انت. افتح افتح. يا اهلا يا اهلا يا الف اهلا وسهلا عليكم السلام. اتفضل يا حاج. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ اتفضل يا اخويا. يا حبيبتي عامل ايه؟ بتكلم نفسك ليه كده؟ احنا غلط. ده حاجه بسيطه بس. في حد يجي بيت عمه يجيب حاجه برضه؟ ما شاء الله. يا اختي بس كلفتوا نفسكم. دي حاجه مش قد التعب. بس انتوا منورين والله. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا 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 يا حاج منور. اهلا بيك. منور يا يوسف. منورين والنبي. ازيك يا يوسف؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ايه اخبار الشغل بقى؟ في نعمه في نعمه نحمد الحمد لله. يا رمضان انت تعمل فيها حمام من اولها. حمام يا كريم ده انت بتتكلم ازاي؟ ايه يا سعاده انت بتقعدي تضحكي ولا ايه؟ ما تقومي تجيبي حاجه ساقعه. من انا والنبي ده احنا على الاخر يا اخويا. ما انت عارف بعد الفطار. طب يا حبيبتي سفن بس عشان خاطر نهدم. لا لما هنقول الكلمتين السفن هيبقى شربات. خليكي قاعده. هو احنا مش كنا لسه عندهم؟ مش فاهمه. وبعدين ده عمك بقاله سنين ما دخلش بيتنا. طب ما تشوف لنا ايه اللي بيحصل بره؟ ولا يكون ابوكي عازمهم على السحور؟ سحور ايه؟ لسه بدري. لا يا بت انا شامه كده ريحه حاجه. جايين وجايبين معاهم حاجات كتير وجايبين في ايدهم يوسف. هيكون في ايه يعني؟ تلاقي امي بيتكلموا على حوار البيت اللي مش هنخلص منه. طب ما تقولوا بقى. ما تتكلم يا خوجي. ما تقول يا حاج. ما كلمه وليه وليه؟ ما كلهم عارفين احنا جايين نقول ايه. بس انا عايز اسمعها من يوسف يا حاج. أنا جاي النهاردة عمي عشان أطلب إيد سناء وأنا أوعدك إني أحطها في عينيا ومش هخليها عايزة أي حاجة. طب ما أنا عارفة أهي. ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب إيه؟ سمعوني الفاتحة بقى. ليه الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين امين. الحق يا بت دول بيقروا الفاتحه. فاتحه ايه؟ طلع. اهل عروسه جت. تعالي يا سناء. ازيك يا عمي؟ ازيك يا مرات عمي؟ بخير يا عروسه. تعالي اقعدي جنبي يا حبيبتي. فسح يا وين. بص يا سناء يوسف طلب ايدك. ايه رايك بقى؟ بس انا مش موافقه. Oh,